نستمع لتصريح عمار الحكيم لمراسل التغيير حول عملية الانتخابات. سيد كيف تنظرون إلى هذه العملية الديمقراطية المهمة التي كان يرتقبها وينتظرها الشارع العراقي وينظر لها جميع دول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نجد فيها محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، ونتمنى أن تكون حدا فاصلا بين مرحلة اللا استقرار التي عشناها خلال 18 سنة ومرحلة الاستقرار وبناء الدولة التي ننتقل إليها. لا شك أن كثافة المشاركة والتصويت الواعي واختيار من هو جدير بالثقة من أبناء شعبنا هو الذي سيحدد المسار. بالتالي القوى السياسية ستخرج من هذه الانتخابات بأحجام كما يقرره الشعب. هذه الأحجام ستلعب دور كبير في عملية التحالفات وفي بوصلة ومسارات الحكومة في المرحلة القادمة.